فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يا حسبك يا عبد الوهاب. السؤال الثالث من بداية سورة المعارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونروه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. حسبك يا عبد الوهاب. فتح الله عليك ربيني إن شاء الله تعالى. سؤال سديد تب ربنا سبحانه وتعالى سيجاز يوتي خالي سيقبر سيسي فوالد كيهن كيلة. ربنا سبحانه وتعالى أجاز يوفي قراءة مجودة مرتلة ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ياسمين امتحان الرافونة سليني مول انجرادة. السؤال الأول يبدأ من قول الله تبارك وتعالى. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل. نعم. وقفينا بقي لك مرة واحدة. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. طيب ياسمينة يا رماتنا ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلولا نفر من
هل ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن شاء الله. الله أكبر. إلى الثاني. أيوة. سؤال ثاني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ما شاء الله تبارك الله. ربي سبحانه وتعالى أبارك سوتي. جزاك الله سهلة شيخ يرو. سهلة شيخ يرو. شيخ يرو. جزاك الله سهلة. بسم الله. سؤال فستي سورة الرعد. نعوذ بالله سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون فهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون طيب سؤال مثل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا طيب حسبك أيوة وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون حسبك بارك الله فيك الله أكبر جزاك الله خير ما شاء الله تكبير طيب السؤال الأول ابدأ من قول الله تبارك وتعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء
نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين حسبك سؤال الثاني ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذنا دائما كسوا بسم الله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم
سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون حسبك. السؤال الثالث والأخير. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنين عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لحزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب بارك الله فيك الله